بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أقيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيد كشف العالم الأمانة، السادة أعضاء المجلس الإقليمي، السادة رؤساء أقسام ومصالح العمل وإدارة المجلس، السادة ومنشئو وسائل الإعلام، أيها الإخوة الكريم، في مستهل كلمتي هذه يطيب لي أن أعبر لكم عن عميق شكري على حضوركم للمشاركة في إشغال هذه الدورة الاستثنائية التي تأتي تبعا لرسالة السيد عام الإقليم الكريم صالح المؤرخة في 8 يناير 2024 عملا بمقتضيات المادة 130 من القانون التنظيمي رقم 114 المتعلق بالعلامات والأقاليم والرمية إلى الدعوة إلى عقد دورة استثنائية للتداول في نقطتين أساسيات طابعا استعجاليا وهما كالتالي: انتخاب المنتدبين اثنين ممثلين مجلس الإقليم الكريم صالح في حضرة مجموعات الجماعة الترابية التكامل لتدبير مرافق الوقاية ورحمة الصحة ونقل المرضى والجرحى ونقل الأموات واقتناء وتدبير آلية الأشغال وصيانتها. النقطة الثانية: دراسة التصويت على الميزانية التعديلية لمجلس الإقليم الكريم صالح للسنة المالية 2024 على ضوء رسالة السيد وزير الداخلية عدد 210 بتاريخ 25 أبريل 2024. وبهذه المناسبة أقدم للسيد العامل أصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء وإدارة المجلس لأصدق عبارات التقدير والاحترام عن حرصه على تقديم الدعم والمواكبة للمجلس الإقليمي لتمكينه من القيام بالمهام والواجبات المنوطة به على الوجه الأكمل طبقا للمقتضيات والقوانين التنظيمية المعمول بها. كما أنتهز أيضا هذه الفرصة لتوجيه الشكر للسيدات والسادة أعضاء المجلس عن حرصهم الدائم على العمل كفريق واحد بالانخراط التام والمشاركة الفعالة من أجل تحقيق مطالب وإدارات الساكنة. دون أن ننسى أن أتقدم أصالة عن نفسي ونيابة عن السيدات والسادة أعضاء المجلس وموظفي الإدارة بخاصة العزاء والمواساة إلى المدير العام للمصالح عثمان بن أبي وفاة والده رحمه الله وأسكنه مفاتيح جنته. وعليه أعلن عن افتتاح أشغال هذه الدورة الاستثنائية لمجلس الإقليم الكريم صالح متمنيا من الله عز وجل أن تكلل أشغال هذا الاجتماع بالنجاح وأن يوفقنا الله جميعا لما فيه صالح هذا الإقليم حتى نكون عند حسن ظن مولانا الهمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وفي كلمة السيد المرحوم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السيد الكاتب العام، السيدات والسادة أعضاء المجلس الإقليمي، السيدات والسادة قدر موظفي المجلس الإقليمي والعمالة، أيها الحضور الكريم، عملا بالمادة 91 من النظام الداخلي لمجلس الإقليم الكريم صالح، يشرفني أن أرضي عليكم مرخصا عن مقررات المجلس الإقليمي المتخذة خلال الدورة السابقة. عقد المجلس الإقليمي للقيم صالح اجتماعا برسم الدورة الاستثنائية لشهر أبريل 2024 في جلسة فريدة وعلنية يوم الثلاثاء 2 أبريل 2024 على الساعة 10 صباحا في قاعة الاجتماعات بمقر عمالة إقليم قيم صالح، حيث صادق خلاله بإجماع الأعضاء الحاضرين على النقط المدرجة في جدول الأعمال وهي كالتالي: أولا، الدراسة والتصويت على اتفاقية شراكة بين مجلس جهات وزارة التربية والتعليم الأول والرياضة والجامعة المغربية لكرة القدم والمجالس الإقليمية الخمسة للجهة من أجل إحداث ملاعب جماعاتية لممارسة كرة القدم من جهة بني بلاد أفريقيا. ثانيا، الدراسة والتصويت على اتفاقية التعاون والشراكة بين المجلس الإقليم الكريم صالح والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة وجامعة تحت موسى وجمعية أولاد الترميش بوعزير للتنمية المحلية والبيئة تحت موسى لتسيير حافلة مخصصة للنقل المدرسي من طرف هذه الجمعية.
ثالثاً الدراسة والتصويت على اتفاقية التعاون والشراكة بين مجلس إقليم قيمصر والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والريادة وجامعة ولاة زمام وجمعية الأمل للأعمال الاجتماعية والثقافية والريادية من إعاون ولاة زمام لتسيير حافلة مخصصة للنقل المدرسي من طرف هذه الجمعية. رابعاً الدراسة والتصويت على مشروع اتفاقية التعاون والشراكة لبناء ملعب للقرب بجامعة سيدي عيسى المهدي. خامساً الدراسة والتصويت على مشروع اتفاقية التعاون والشراكة لبناء ملعب للقرب بجامعة سيدي حمادي. سادساً الدراسة والتصويت على مشروع اتفاقية التعاون والشراكة لبناء ملعب للقرب بجامعة دار الزينوع. سابعاً الدراسة والتصويت على اتفاقية شراكة وتعاون بين مجلس إقليم قيمصة والجمعية الإقليمية للشؤون الثقافية والاجتماعية والريادية من أجل تنفيذ برامج للتنشيط الاجتماعي والثقافي والريادي. ثامناً الدراسة والتصويت على اتفاقية الشراكة في إطار مبادرة وطنية التنمية البشرية من أجل تنزيل برنامج التكوين في مركز كوداش سنتر دو كوداش لتكوين الشباب في مجال البرمجة الرقمية وإدماجهم سوق الشغل. تاسعاً الدراسة والتصويت على مشروع برمجة ما تبقى من الفائض الحقيقي لسنة المالية 2023. كما تم خلال هذه الدورة الاستثنائية انتخاب سيدين الشرقاوي الأصغر وحميد وكيل متدمين بممثلان مجلس إقليم قيمصر في حاضرة مجموعة الجامعات الترابية للتآزر لتدبير مرافق الوقاية وحفظ الصحة ونقل المرضى والجرحى ونقل الأموات واقتناء وتدبير آلية الأشغال وصيانتها. وكذا انتخاب السيدين صالح السكاكي والمولودي القرشي متدمين ممثلان مجلس إقليم قيمصر في حاضرة مجموعة الجامعات الترابية الوحدة لتدبير نفاية الصرباء ومعالجتها وتدوير وإنتاج الطاقة النظيفة. السيد كاتب العام أيها الحضور، يشرفنا أن أعرض عليكم أيضاً النقاط المضمونة بجدول أعمال اجتماع مجلس إقليم قيم صالح برسم هذه الدورة الاستثنائية وهي كالتالي: أولاً انتخاب منتدبين اثنين يمثلان مجلس إقليم قيم صالح في حضرة مجموعة الجامعات الترابية التكامل لتدبير مرافق الوقاية وحفظ الصحة ونقل المرضى والجرحى ونقل الأموات واقتناء وتدبير آلية الأشغال وصيانتها. ثانياً الدراسة والتصويت على الميزان التحليلي لمجلس إقليم قيمصر للسنة المالية 2024 على ضوء رسالة السيد وزير الداخلية عدد 910 بتاريخ 25 أبريل 2024 المحدد فيها مبلغ الإعانة التكميلية في 5,457,572 درهم. والسلام عليكم ورحمة الله. النقطة الأولى انتخاب متدربين اثنين ممثلين لمجلس إقليم قيمصر في حضرة مجموعة الجامعات الترابية التكامل لتدبير مرافق الوقاية وحفظ الصحة ونقل المرضى والجرحى ونقل الأموات واقتناء وتدبير آليات الأشغال وصيانتها. مسحوبة بالترشيح سؤال هذا. أنا نحن دابين ردين. موافقون. الجامعة الترابية التكامل لتدبير مرافق الوقاية وحفظ الصحة ونقل المرضى والجرحى ونقل الأموات واقتناء وتدبير آليات الإشغال وصيانتها. مروا النقطة الثانية من جدول الأعمال الدراسة والتصويت على الميزانية التحليلية لمجلس الإقليم قيم صالح للسنة المالية 2024 على ضوء رسالة السيد وزير الداخلية على 910 بتاريخ 25 أبريل 2024 والمحددة فيها مبلغ الإعانة التكميلية 5,457,572 درهم. أعطي الكلمة للسيد رئيس اللجنة المالية. على المجلس الحكومي أستاذ رؤساء موظف المجلس الإقليمي أستاذ يوسف الدعلان. فيما يخص النقطة المتعلقة بالدراسة والتصويت على الميزانية التعديلية للمجلس الإقليمي في قيمة صالح في السنة المالية 2024 على ضوء رسالة السيد وزير الداخلية عدد 910 بتاريخ 25 أبريل 2024. لقد عقدت لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة اجتماعها يوم الثلاثاء 14 مايو 2024 بمقر المجلس من أجل استعادة مشروع الميزانية التعديلية على ضوء رسالة السيد وزير الداخلية عدد 910 بتاريخ 25 أبريل 2024 تم الدراسة والتصويت عليها وفق الكيفية المنصوص عليها بالطريقة القانونية الجائزة للعمل في هذا المجال وأن التعديل ناتج عن حصة إضافية من منتوج ضريبة القيمة المضافة كحصة تكميلية للدعم الميزانية التسيير للمجلس الإقليمي قيم صالح المحدد بمبلغ 5,457,572 درهم وذلك تابع لرسالة السيد عام الإقليم في الموضوع عدد 1596 بتاريخ 8 مايو 2024 حيث وافق أعضاء وضع إجمالي تعديل ميزاني ذلك على الشكل التالي وبدأ التعديل وبدأ أن توصل جميع السادة أعضاء المجلس لمشروع الميزانية التعديلي إلى المجلس الإقليمي في مصالح السنة المالية 2024 سوف أقتصر على المجموع الأبواب
فيما يخص مداخل الجزء الأول من الميزانية، مجموع مداخل الجزء الأول من الميزانية التهديدية لسنة 2024 هو 12,457,572 درهم. مدى السيد الرئيس كان ممكن بزبط باب صوت مداخل الجزء الأول من الميزانية. مجموع الباب 10 من المصائب الأول من الميزانية التهديدية لسنة 2024 هو 12,974,576.43 درهم. كان ممكن السيد الرئيس يصوت على المجموع. إذا مرة تصويت على مجموع الباب 10 من المصائب الأول من الميزانية موافقون؟ رافضون؟ فيما يخص الباب 20 على قيمة الشؤون الاجتماعية، مجموع الباب 20 من المصائب الأول من الميزانية التهديدية لسنة 2024 هو 1,550,000 درهم. ممكن السيد الرئيس يصوت على المجموع. صاحب الجلالة الديوان الملكي القصر الملكي الرباط. سلام الله بوجود مولانا الإمام دامنا القصر وتأييد. وبعد، يشرفني أن ألتمس بسيادتكم رفع الدرجة التالية إلى حضرة مولانا الهمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. نصر البرقية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. مولانا صاحب الجلالة وصبط الرسول الأمين وحاملهما الوطن والدين دام لكم العز والتمكين. نعم سيدي أعز الله أمركم وأدام نصركم. يتشرف خديم أتابعكم الشريف رئيس المجلس الإقليمي للفقيه بن صالح أصالة عن نفسه ونيابة عن السيدات والسادة أعضاء المجلس الإقليمي والسادة الموظفين والقطر وكافة سكان هذا الإقليم بمناسبة اختتام أشغال اجتماع المجلس الإقليمي للفقيه بن صالح برسم دورته الاستثنائية المنعقدة في جلسة فريدة وعلنية يوم الجمعة 8 ذو القعدة 1445 هجرية الموافق ل 17 ماي 2024 ميلادية، أن يعبر لجلالتكم عن أحر التهاني وأطيب الأمان المشفوع بخالص الحب والامتنان، سائلين العلي القدير أن يحقق على يديكم الكريمة ما تتمنوا لشعبكم من عز ومجد ومرتبة رفيعة. مولاي صاحب الجلالة، إن أعضاء مجلس إقليم الفقيه بن صالح وهم يختتمون أشغال هذه الدورة لينتهزون هذه المناسبة ليرفعوا إلى السدة العالية بالله أصدق آيات الولاء والإخلاص، معربين لجلالتكم عن التأكيد لأواصر البيعة والولاء، وعن مدى تعلمنا الدائم لأهداف العرش العلوي المجيد الضامن لوحدة البلاد واستقرارها، وتجللنا الدائم وراء قيادتكم السديدة لهذا الوطن العزيز، متشبثين بوحدة أراضيه ومقدساته للدفاع عن مكتسباته الوطنية ووحدته الترابية، وبذل الغالي والنفيس من أجل صيانتها، والسعي نحو الازدهار والتقدم وتحقيق التنمية المستدامة. حفظكم الله يا مولاي بالسبع المتاني والقرآن العظيم. أدامكم لهذا الوطن منارا عاليا وسراجا هاديا، وأبقاكم ظهرا وملاذا لهذه الأمة تصونون عزتها وكرامتها، وأن يقر عينيه جلالتكم بولي عهدكم صاحب السمو الملكي الأمير المحبوب مولاي الحسن، ويشد عرضكم بصاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي رشيد وبسائر أفراد الوصلة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب وبالاستجابة جدير. السلام على المقام العالم لله ورحمته تعالى وبركاته. حرر الفقيه بن صالح في يوم الجمعة 8 ذو القعدة 1445 هجرية الموافق ل 17 ماي 2024 ميلادية. خديم الأعتاب الشريفة رئيس المجلس الإقليمي للفقيه بن صالح الإمام صلاح الدين كمال. اللي صراحة كان ماشي سيد العام اللي وقف عليها باش تجي كان باش تخلقوا واحد التوازن للميزانيه ديال المجلس الاقليمي. كنبغي نشكر كذلك السيد الكاتب العام، كنبغي نشكر كذلك السيد القابض الاقليمي والساده اعضاء المجلس والساده ممثلي وسائل الاعلام والتنميه على انقضاء الجلسه. شكرا.